إن دي فلوسك ومن حقك تاخدها وتعمل بيها اللي انت عايزه. أطمع في إيه وليه؟ أنا كان عندي كل حاجة، كل اللي أنا عاوزه. أنا كنت راضي بحياتي زي ما كانت، وما كانش عندي استعداد إني أتخلى عن أي حاجة فيها، حتى قرفها وتعبها وإجهادها كنت بحب. ريم كان كفاية عليا ان انا ارجع البيت واكلمها واحكي لها. انا كنت طول اليوم بحاول اعيش حاجات تستحق ان انا احكيها لها. ساعات كنت بحس ان انا عايش بس عشان اللحظة دي. دلوقتي انا عارف ان كان في حاجات تانية حلوة برضو تستاهل ان الواحد يعيش عشانها. ما كانش وهم، كان حب حقيقي ودفء وسعادة. ومش من حق أي حد ياخدها مني، وده تمن قليل أوي ما يشتريش لحظة واحدة من اللي عشتها. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه في إيه؟ ولا حاجة، هنكمل زي ما إحنا. إزاي؟ هنكلم رامي نستلم منه البضاعة زي ما اتفقنا. طب والفلوس؟ هترجع. هترجع؟ هترجع. ايه يا هيثم؟ جبت لي الملفات اللي قلت لك عليها بتاعت علي نصير؟ هكلم حد في مكتب المستشار نصر وهساله على الملفات اللي ناقصه. ماشي، بس مش عايزه اي حد يعرف ان احنا بنسال. حاضر، ما تقلقيش. الو الو، ازيك يا هيثم؟ ابن حلال والله، كنت لسه هكلمك. انا كنت عايزك تحضر لي ورق كان ناقصنا في ملفات الشركه، كان علي بيها الاستاذه شهيره اتفقنا. حبيبي انت تأمرني، بس بصراحة يعني أنا بكلمك عشان كنت عاوز منك خدمة الأول. إيه؟ هو بصراحة أنا كنت عايز أكلم واحد كده، وكنت عايزك تجيب لي رقمه، بس الرقم اللي بيرد عليه مش اللي متراقب يا هيثم. ألو؟ علي باشا، كويس إنك رديت. إزيك يا رضا؟ أنا عرفت يا باشا الموضوع اللي أنت سألتني عنه. موضوع إيه؟ شحنة الأسمنت اللي انت قلت لي اجيب لك قرارها، يعني مين اللي استلم ومين اللي وقع وكده. علي باشا، الشحنة دي ما طلعتش عادية خالص. قول اللي عندك. لا، ما ينفعش في التليفون، لازم نتقابل. ماشي ماشي يا باشا، مع السلامة. أمولة، عبد الله مستنيكي تحت يا حبيبتي. عبد الله؟ اه. طب ما طلعش ليه؟ ازيك يا عبد الله؟ الحمد لله. ما اتكلمتش ليه؟ معلش، كنت معدي من هنا وكنت عايزك في موضوع مهم. طب ما تدخل. لا، مش هينفع هنا. طيب ماشي، اغير هدومي واجي معاك. تمام. هتتكلم بقى ولا ايه؟ هتكلم. من ساعة ما خرجنا من البيت وانت ساكت وشكلك متضايق.
متضايق طبعا يا امل. انا مقدر طبيعه شغلك، بس لا انا ولا اي حد مهما كان هنقدر نعمل لك حاجه لما تخالفي القانون. انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه. انا اللي مش فاهم انت بتفكري ازاي وليه مش عامله لي اي اعتبار. طب انت ومش فارق معاكي، واهم حاجه عندك الخبطه الصحفيه والكلام اللي الناس هتقراه. مش واخده بالك اني ضابط شرطه وشغل ما يستحملش اي فضايح او مخالفات من النوع ده؟ بتتكلم بوضوح يا عبد الله. علي مصير ماله؟ شفتك وانت بتقابليه عشان لو بتفكري تكدبي عليا ولا حاجه. هكذب عليك. انت مش عارفه علي مصير ده عمل ايه؟ مش عارفه هما متهمينه في قتل مين؟ ولا هتبداي تدافعي عنه وتقولي اي كلام فارغ بقى، وكانك بتكلمي واحد ممكن يضحك عليه بكلام الصحافه الصفرا ده. قابلتيه وممكن جدا تكوني اديتيله معلومات تساعده في الهرب، واي واحد هيحقق في الموضوع ده هيجيب رجلك في التحقيقات. ومش بعيد يقول ان انت كنت بتساعديه في الجرائم اللي ارتكبها، حتى لو بالتواطؤ في انك بتخفي حاجات ممكن تساعد في القبض عليه. وده طبعا هيأثر على شغلك اكيد. وعشان احنا مخطوبين فما ينفعش ترتبط بواحدة متهمة باتهامات من النوع ده. أمل، عارف كمية التناقضات اللي بيننا أهمها إيه؟ إن أنا مهمتي أكشف الحقيقة وإنت مهمتك تخبي وتخلي الناس تعرف اللي إنتوا عايزينهم يعرفوه. ملهاش فلسفة وكلام فارغ من فضلك. أنا الطلب مني إن أنا أمنعك من الكتابة في الموضوع ده، والطلب مني كمان إن أنا أراقبك وأستغلك عشان تكتبي اللي هم عايزينه، بس أنا رفضت وجاي دلوقتي عشان أحذرك. كتر خيرك، بس اللي عملته ده ملوش لزوم، عشان انا مش هبطل اكتب. ولو عايز ترتبط بواحده زيي مش بس لازم تقبل انها تشتغل، لا لازم تبقى مؤمن باهميه الشغل اللي هي بتعمله. مؤمن بايه؟ انت رحتي قابلتي واحد مجرم مطلوب في جريمه قتل، ودي جريمه واحده من ضمن جرائم كتير قوي ارتكبها. طب لو قلت لك ان علي بريء وانه ما عملش حاجه من الحاجات دي، وانت مالك ومال الكلام ده؟ وهتقدري تثبتيه ازاي؟ دي شغلانه الشرطه والنيابه، اللي هما نفس الناس اللي قالوا لك استغلها وخليها تكتب الحاجات اللي احنا عايزينها، صح؟ بص يا عبد الله، انا مش حاسب شغلي، والكلام ده قلته لك من اول مره. لو استمرينا مع بعض انا مش هسمح في اي تدخل من ناحيتك في اي كلمه بكتبها، ولو في مشكله في اي كلام انا بقوله يبقى مش هينفع نكمل مع بعض. هنعمل ايه؟ هنمشي وراهم؟ لا طبعا هيظهر، ما تقلقش. ايه بس حرام عليك؟ ازيك يا رضا؟ علي باشا؟ معلش اجراءات امنيه. ولا يهم سعادتك، خلاص بقى. بس المشوار كان كبير قوي يا باشا. وصلت ليه؟ شحنة الأسمنت اللي استلمها حامد باشا كانت جاية تبع شركة سياحة، والشركة دي هي اللي خدت الشحنة، وهي اللي أصلا اللي طلبت من حامد باشا إنه يجيبها لها مع حاجات تانية كان بيستوردها يعني. وهو بأمانة يا باشا هو ما كانش يعرف أي حاجة عن الشحنة دي، باستثناء يعني إنه كان بيعمل خدمة الناس يعرفها مش أكتر. شركة دي اسمها إيه؟ يا جمعة، معلش يا جمعة أنا عايزك تجيلي تاني، ممكن؟ متشكر. يمكن سمعت عن اللي بيحصل دلوقتي واللي علي متورط فيه. انا عارف ان علي باشا في مشكله،
بس معرفش ايه اللي حصل، بس متأكد ان هو بريء. انا مقدر موقفك يا جماعة، علي ساعدك وقف جنبك وجنب ابنك الله يرحمه، لكن للأسف مفيش حاجة بتفضل على حالها. انا لا يمكن اصدق اي حاجة وحشة عن علي باشا، حتى لو اثبت لك بالدليل انه كان سبب في موت ابنك. انا لما عملت شوية تحريات على الناس اللي عارفهم علي وممكن يلجأ لهم في الأزمة اللي هو فيها دي، عرفت انك انت أجرت عربية نقل ورحت بيها البنك اللي اتسرق واللي ابنك الله يرحمه كان بيحرسه. البنك ده مجموعة مصير الدولية شريكة فيه. صدفة دي؟ كنت راح توصل حد أو تجيب حاجة؟ أنا مش جايبك هنا عشان أعمل لك مشكلة، أنا عارف إنك أنت راجل محترم ومكافح. بس أنا عندي كلام متسجل لعلي وهو بيخطط لسرقة البنك. وفي أوامر مباشرة منه إنهم يقتلوا أي حد يحاولوا يمنعه. يا باشا علي باشا أفضل عليا كتير. وبعدين هو اللي عين أحمد ابني في الشركة. وبعدين ده فضل سنين يساعدني والله يا باشا. أنا يا باشا وأنا دلوقتي اللي عايزك تساعده. طول ما هو هربان المشكلة هتزيد وهيفضل يغلط. أنت لسه مش مصدق إن هو اللي خطط لسرقة البنك وكان سبب في موت ابنك. أنت مش بتقول إن الفلوس خارجة من البنك بكرة؟ آه. يبقى إحنا ما قدمناش غير طريقة واحدة بس. كل اللي عايز أعرفه دلوقتي هو مستخبي فين. راح فين؟ مش عارف، يمكن هرب بقى ولا حاجة. هرب؟ جمعة بيقول لي سيادتك انه ما قدرش يجي، البوليس مراقبه. تمام يا فندم، ده تقرير الطب الشرعي. ماشي. في حاجة؟ في حد من عندنا راح قابل كرم دكتور الطب الشرعي واتكلم معاه. مين؟ النقيب عيسى. كمال انت فاضي شوية؟ خير. عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ موضوع علي. علي؟ بس مش هينفع نتكلم هنا، تعال نروح اي حتة. التشريح بيثبت ان علي ملوش علاقه بقتل هو ثروت. تقرير الطب الشرعي بيقول كده؟ لا. امال ايه؟ انا كلمت الطبيب الشرعي وسالته. المهم التقرير الرسمي يا حسن. الاهم ضميرنا يكون مرتاح. لا انا عن نفسي ضميري مرتاح طول ما انا ماشي قانوني. حتى لو فكرت لقيت ان علي ممكن يطلع بريء؟ انا متاكد ان علي مش بريء، وانا لو قابلته في اي حته هقتله. تقتله؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا كمال؟ ده الكلام اللي المفروض تبقى عارفه ومتاكد منه كويس يا عيسى. علي ده مجرم وقتل اللي هو ثروت. امال ليه هربان لغايه دلوقتي؟ بيحاول يثبت براءته قبل ما واحد زيك يشوفه فيقتله. واحد زيي؟ عايز رأي يا عيسى؟ علي والمجرمين اللي زيه دول موجودين بسبب ان في ظباط
للأسف كده مترددين وبيضحك عليهم زي حالاتك. بقول لك يا عيسى، يا ريت تفتحش معايا الموضوع ده تاني. جلال هو صاحب الشركة دي. يعني انت ما كنتش عارف؟ عايز تفهمني ان واحد شغال مع يحيى نصير العمر اللي فات ده كله ما عرفش حاجة زي دي؟ لا كنت عارف طبعا، بس اللي ما كنتش اعرفه فعلا ان انت بعد ما خرجوك من الخدمة فضلت شغال معاه. بقولك يا علي، ما تيجي من النهاردة نبطل لعب بقى وننهي الحكاية دي خالص، وانت اللي هتختار النهاية. من امتى؟ من امتى انا بختار يا حامد؟ ترى انت مش قلت هنبطل لعب؟ بس انت دلوقتي الاقوى، انت اللي معاك الفلوس اللي هتنقذ حياتي، عشان كده للأسف مضطر اني اقف جنبك وساعدك. انت هربان من جلال وهو كل شوية عمال يلبسك في قضايا، لو قعدت لوحدك سنين مش هتعرف تخلص من ربعها، انا بقى اعرف اخلصك منها. سيبك من الملفات اللي انت خدتها من البنك، انا عندي الاهم والاخطر، شهرة الاسمنت اللي دخلت فيها القنبلة اللي قتلت سناء دخلت باسم الشركة دي، وإذن الاستيراد جلال هو اللي موقع عليه شخصيا، ده غير ان عندي مكالمة مسجلها له بيطلب مني فيها اني اعديله الشحنة. يعني انت ما كنتش عارف جلال بيستورد ايه؟ لا ما كنتش اعرف. من الاخر عليه، الاتهامات اللي موجهها لك جلال انا اقدر اطلعك منها براءة كلها. نبطل لعب بقى ولا ايه؟ اللي قتل امك اهو، ودليل براءتك في ايدي، لا غير اني هقدم لك هديه صغيره كده لو اتفقنا، اجمل حته في العالم هصفرك ليها انت وريم. تسيبك بقى من كل القلق ده وتعيش في جنه، وتسيبني انا لجهنم الحمراء اللي هنا هعرف اعيش فيها. ايوه عادل، قدامه 24 ساعة يراجع فيها نفسه. الأهم بقى إن أنا عرفت هو مستخبي فين. هترجع يا باشا؟ لا لا، في شوية مشاوير كده لازم أخلصها الأول. ألو؟ ها عملتي إيه؟ أنا هقابل صلاح جوز أسماء. وده هيوصلك لإيه بس؟ معرفش، بس أهي بداية. بس أنت لازم تثبت براءتك من كل التهم اللي جلال متهمك بيها، وانا هساعدك على قد ما اقدر. طب انا عايز اقابل المحاميه ضروري. حاضر.
استاذ علي، انا لازم انصحك انك تسلم نفسك في الوقت المناسب. بس قايمه الاتهامات ضدك خطيره. انا عارف انا ابتدي منين كويس قوي، بس محتاج مساعدتك. انا ممكن اعمل ايه؟ تبلغ البوليس عنك، عن اللي سرق البنك. حسن. ايه في ايه؟ ازيك حسن؟ علي باشا. في ايه يا باشا؟ انا بطلت، انا دلوقتي ماشي جنب الحيط. ما تقلقش يا حسن، انا مش جاي اقبض عليك، انا عايز منك خدمه. خدمه مننا؟ تبقى ضد القانون. فاكر يا باشا لما قبضت عليا زمان قلت لك انا ما عملتش حاجه غلط؟ انا هاكر. كل اللي بعمله حد بيطلب مني خدمه. واحد عايز يعرف مراته بتعمل ايه من وراه، حد تاني مشارك حد وعايز يجيب قراره، هو بقى قتله، انا ليا فيه. انت عارف كويس قوي ان الطريقه اللي جبت بيها المعلومات غلط، وبسببها في ناس اتقتلت، واتصيت 7 سنين وعرفت اللي بعمله غلط. اؤمرني. مش هنرغي كتير يا حسن. قلت ايه؟ اؤمرني يا باشا، عايز تجيب قرار مين؟ جنرال. عرفت حاجة؟ علي خد فلوس يحيى نصير كلها واختفى. فرصتنا دي بقى يا جنرال. حامد مش هيعرف يدفع للرؤية ومش هيلاقي غيرنا. لا أنا عايز علي. اللعبة كده اتغيرت وعلي هو اللي هيفيدنا. لا مش فاهم. مش مهم تفهم، المهم تلاقي علي. ازاي؟ علي بيحارب مين؟ اللواء جلال. يبقى الراقب اللواء جلال هو اللي هيوصلنا لعلي. ايوه امل. ما رضيش يكلمني ولا يرد عليا ولا اساله اي سؤال، بس هحاول تاني. كلمت زميل صحفي عشان يشوف تقرير الطب الشرعي في موضوع اللواء ثروت. ما تقلقش. ماشي، وانا كمان ماشي في موضوع تاني. طب كويس. شكرا يا امل. على ايه؟ انا صحفيه وهاخد حق نشر الموضوع ده حصري. اكيد. شكرا يا امل. دلوقتي بس ممكن انام شويه. النهارده كان أول خطوة في طريق إثبات براءتي. إيه ده؟ الفلوس دي كلها عصام الشهاوي؟ ايوه يا باشا، تحت امرك. انا عصام الشهاوي. انت متهم بالاشتراك والتخطيط لسرق البنك. لا انا ما سرقتش لا بنوك ولا عملت اي حاجه يا باشا. الفلوس ايه؟ بضوا عليه. انا ما عملتش حاجه يا باشا، انا ما اعرفش مين اللي حط لي الفلوس دي. الفلوس دي مش بتاعتي، انا بريء يا باشا، انا ما عملتش حاجه يا باشا، انا ما عملتش حاجه يا باشا. يا باشا انا بريء يا باشا، الفلوس دي انا ما اعرفش مين اللي حطها لي. الفلوس دي مش بتاعتي يا باشا.